يندوز لكم واحد الكاشير منسم. هاد الكاشير هذا يعني ماشي ناكلوه غير في الكوتي، هذا ممكن نديروه حتى سندويشات الدراري المدرسه. ايه واخا. عندنا فيه 50 غرام ديال الكفته، 50 غرام ديال لادانت، 50 غرام ديال الدجاج. او ممكن يديروا للعيالات غير شكل واحد. ايه هاد الخليط ديال اللحوم تنميكسيوهم في الميكسور، تنزيدوا عليهم 4 البيضات، 4 الفرماجات مثلثين، 5 المعالق كبار ديال الطحين، 3 المعالق كبار ديال النشا، ودامة ديال البنة بقري. ايه هادي اختيارية. ومعلقة صغيرة ديال الثومة غبرة، ومعلقة صغيرة ديال البصلة غبرة، ومعلقة صغيرة ديال الهيل غبرة، ومعلقة صغيرة ديال الزعتر غبرة، ومعلقة صغيرة ديال الوقة ديال سيدنا موسى حتى هي مطحونة غبرة، وقريصة ديال الملح، وليبزار، ومعلقة صغيرة ديال الفلفلة حمرا حتى هي غبرة، ومعلقة صغيرة ديال القزبور حبوب غبرة، وهنايا السودانية أو الهريسة على حسب الذوق الاختيار. وكاين واحد النوع ديال الإبزار اللي سميتو سانكبي. إييه تنديرو منه واحد جوج حكات، وكاس ديال لاروب ديال الزيت، وعندنا كاس لاروب ديال لا كريم كويسون، وهنايا ملون غذائي حتى هو اختياري. إييه دونك هادشي كله ملي تيتميكس سنة تنكونو حنايا كتزيين ديك ديال الكاشير ديالنا، إما تيكون عندنا لادان فيمي واحد جوج شرائح مقطعينو مربعات صغار، ولا زيتون. ايه على حسب الاختيار. ولا ديك الساندويتش المربع ديال الدراري تنديروه في الساندويتش حتى هو تنقطعوه طريفات وتنميلونجيوه في هذا الخليط غير شي معلقه، وتنديروه في ديك العليبات ديال الكاشير تيطيب ساعه الا ربع. يعني لوغو ديالو تيجي مختلف على لي كاشير. ايه حاجه طبيعيه مصايبه في الدار كيف ما قلتي، وهذوك سواء الملون ولا دامات البنه كتبقى اختياريه، ممكن تستغناو عليها وتبقاو في كل ما هو طبيعي. الله يعطيك الصحه. ايوه التنسيمه ديالو تجي مغايره ولذيذ بزاف فعلا. ايه